الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع والسبعون من الكتاب. تفسير سورة البلد وهي مكية. الصفحة الحادية عشرة بعد الخمسمائة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حلالا، لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. قال خصيف عن مجاهد: لا أقسم بهذا البلد، لا رد عليهم، أقسم بهذا البلد. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد، قال: أنت يا محمد يحل لك أن تقاتل به. وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي صالح وعطية والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد. وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقال قتادة: وأنت حل بهذا البلد، قال: أنت به من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من نهار. وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وفي رد آخر: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وقوله تعالى: ووالد وما ولد، قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن عطية عن شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ووالد وما ولد، الوالد الذي يلد، وما ولد العاقر الذي لا يولد له. ورواه ابن أبي حاتم من حديث شريك، وهو ابن عبد الله القاضي به. وقال عكرمة: الوالد العاقر، وما ولد الذي يلد. رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والضحاك وسفيان الثوري وسعيد بن جبير والسدي والحسن البصري وخصيف وشرحبيل بن سعد وغيرهم، يعني بالوالد آدم، وما ولد ولده. وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي، لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده. وقال أبو عمران الجوني: هو إبراهيم وذريته. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده، وهو محتمل أيضا. وقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، روي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وخيثمة والضحاك وغيرهم، يعني منتصبا. زاد ابن عباس في رواية عنه: منتصبا في بطن أمه. والكبد الاستواء والاستقامة. ومعنى هذا القول: لقد خلقناه سويا مستقيما، كقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال ابن أبي نجيح وجريج وعطاء عن ابن عباس: في كبد، قال: في شدة خلق، ألم تر إليه؟ وذكر مولده ونبات أسنانه. وقال مجاهد: في كبد نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق،
قال مجاهد: وهو كقوله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها وأرضعته كرها ومعيشته كره، فهو يكابد ذلك. وقال سعيد بن جبير: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في شدة وطلب معيشة. وقال أكرمة: في شدة وطول. وقال قتادة: في مشقة. وقال ابن أبي حاتم: وقال أكرمة: في شدة وطول. وقال قتادة: في مشقة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، سمعت محمد بن علي أبا جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال: في قيامه واعتداله. فلم ينكر عليه أبو جعفر. وهو من طريق أبي موجود سمعت الحسن قرأ هذه الآية: لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال: يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمرا من أمر الآخرة. وفي رواية: يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. وقال ابن زيد: لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال: آدم خلق في السماء فسمي ذلك الكبد. واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها. وقوله تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ قال الحسن البصري: يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله؟ وقال قتادة: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ قال: ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه. وقال السدي: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ قال: الله عز وجل. وقوله تعالى: يقول أهلكت مالا لبدا، أي يقول ابن آدم: أنفقت مالا لبدا، أي كثيرا. قاله مجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم: أيحسب أن لن يره أحد؟ قال مجاهد: أي أيحسب أن لم يره الله عز وجل؟ وكذا قال غيره من السلف. وقوله تعالى: ألم نجعل له عينا، أي يبصر بهما، ولسانا، أي ينطق به فيعبر عما في ضميره، وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام، وجمالا لوجهه وفمه. وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة أبي الربيع الدمشقي عن مكحول قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصي عددها ولا تطيق شكرها، وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما، وجعلت لهما غطاء فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك، وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما، وجعلت لك لسانا وجعلت له غلافا فانطق بما أمرتك وأحللت لك، فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك، وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك، فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأرخي عليك سترك. ابن آدم، إنك لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي. وهديناه النجدين الطريقين. قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله هو ابن مسعود: وهديناه النجدين، قال: الخير والشر. وكذا روي عن علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطاء الخراساني في آخرين. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما نجدان، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. تفرد به سنان بن سعد، ويقال سعد بن سنان، وقد وثقه ابن معين. وقال الإمام أحمد والنسائي والجوزجاني: منكر الحديث. وقال أحمد: تركت حديثه لاضطرابه. وروى 15 حديثا منكرة كلها ما أعرف منها حديثا واحدا يشبه حديثه حديث الحسن، يعني البصري، لا يشبه حديث أنس. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن أبي رجاء قال: سمعت الحسن يقول: وهديناه النجدين، قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس، إنهما النجدان،
نجد الخير ونجد الشر، فمن جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. وكذا رواه حبيب بن الشهيد ومعمر ويونس بن عبيد وأبو وهب عن الحسن المرسلة، وهكذا أرسله قتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عيسى بن عفان عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: وهديناه النجدين، قال: التديين التديين. وروي عن الربيع بن خيثم وقتادة وأبي حازم مثل ذلك، ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن عيسى بن عقال به، ثم قال: والصواب القول الأول، ونظير هذه الآية قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. قال ابن جرير: حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالد، حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن أبي عطية عن ابن عمر في قوله تعالى: فلقتحم أي دخل العقبة، قال: جبل في جهنم. وقال كعب الأحبار: فلقتحم العقبة هو 70 درجة في جهنم. وقال الحسن البصري: فلقتحم العقبة، قال: عقبة في جهنم. وقال قتادة: إنها عقبة فحمة شديدة، إنها عقبة قحمة شديدة، فاقتحموها بطاعة الله تعالى. وقال قتادة: وما أدراك ما العقبة؟ ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال: فك رقبة أو إطعام. وقال ابن زيد: فلقتحم العقبة أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير؟ ثم بينها فقال تعالى: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام. قرئ فك رقبة بالإضافة، وقرئ على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل، والرقبة مفعوله، وكلتا القراءتين معناهما متقارب. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إبراهيم، حدثنا عبد الله يعني بن سعيد ابن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير عن سعيد ابن مرجانة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمن أعتق الله بكل إرب أي عضوا منها إربا منه من النار، حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. فقال علي بن حسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن حسين لغلام له أفره غلمانه: ادعو مطرفا. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن مرجانة به. وعند مسلم أن هذا الغلام الذي اعتقه علي بن حسين زين العابدين كان قد أعطي فيه 10,000 درهم. وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار. رواه ابن جرير هكذا. وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه.
قال الإمام أحمد حدثنا هو حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا بدير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة ومن أعتق نفسه مسلمة كانت فديته من جهنم ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. طريق أخرى. قال أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا جرير عن سليم بن عامر أن شرحبيل بن الصمت قال لعمر بن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مسلمة كان فكاكه من النار عضوا بعض ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن رمي بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل. وروى أبو داود والنسائي بعضه. طريق أخرى. قال أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الفرج حدثنا لقمان عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال السلمي قلت له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال سمعته يقول من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغ الحنس أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو وأصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة ومن أعتق رقبة المؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها وهذه أسانيد جيدة قوية ولله الحمد. حديث آخر. قال أبو داود حدثنا عيسى بن محمد الرملي حدثنا ضمرة عن ابن أبي عبلة عن العريف بن عياش الديلمي قال أتينا وائلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة عن العريف بن عياش الديلمي عن وائلة به. حديث آخر. قال أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار. وحدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن قيس الجذامي حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار. ففرد به أحمد من هذا الوجه. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجيلة من بني سليم عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. فقال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وأفك الرقبة. فقال يا رسول الله أوليستا بواحدة؟ قال لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وأفك الرقبة أن تعين في عتقها والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. وقوله تعالى
أو إطعام في يوم ذي مسغبة؟ قال ابن عباس: ذي مجاعة. وكذا قال أكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد. والسغب هو الجوع. وقال إبراهيم النخعي: في يوم الطعام فيه عزيز. وقال قتادة: في يوم مشتهى فيه الطعام. وقوله تعالى: يتيما، أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيما ذا مقربة، أي ذا قرابة منه. قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد وأخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وقد رواه الترمذي والنسائي وهذا إسناد صحيح. وقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، أي فقيرا مدقعا لاصقا بالتراب، وهو الدقعاء أيضا. قال ابن عباس: لا متربة هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب. وفي رواية: هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له شيء. وفي رواية عنه: هو البعيد التربة. قال ابن أبي حاتم: يعني الغريب عن وطنه. وقال عكرمة: هو الفقير المديون المحتاج. وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا أحد له. وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان: هو ذو العيال. وكل هذه قريبة المعنى. وقوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا، أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمنا بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل. كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الآية. وقوله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم، كما جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث الآخر: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو يرويه قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وقوله تعالى: أولئك أصحاب الميمنة، أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين. ثم قال: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال. عليهم نار مؤصدة، أي مطبقة عليهم فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. قال أبو هريرة وابن عباس وأكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب القرضي وعطية العوفي والحسن وقتادة والسدي: مؤصدة، أي مطبقة. قال ابن عباس: مغلقة الأبواب. وقال مجاهد: أصد الباب بلغة قريش، أي أغلقه. وسيأتي في ذلك حديث في سورة: ويل لكل همزة لمزة. وقال الضحاك: مؤصدة حيط لا باب له. وقال قتادة: مؤصدة مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره فأوثقوا بالحديد، ثم أمر بهم إلى جهنم، ثم أوصدوها عليهم، أي أطبقوها.
قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدا، ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا، ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا. رواه ابن أبي حاتم. آخر تفسير سورة البلد، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة والشمس وضحاها وهي مكية، الصفحة 15 بعد 500. تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال مجاهد: والشمس وضحاها أي وضوئها. وقال قتادة: وضحاها النهار كله. قال ابن جرير: والصواب أن يقال أقسم بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار. والقمر إذا تلاها، قال مجاهد: تابعها. وقال الأوفي عن ابن عباس: والقمر إذا تلاها، قال: يتلو النهار. وقال قتادة: إذا تلاها ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رؤي الهلال. وقال ابن زيد: هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. وقال مالك عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر. وقوله تعالى: والنهار إذا جلاها، قال مجاهد: أضاء. وقال قتادة: والنهار إذا جلاها إذا غشيها النهار. وقال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى: والنهار إذا جلى الظلمة لدلالة الكلام عليها. قلت: ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى: والنهار إذا جلاها أي البسيطة، لكان أولى ولصح تأويله في قوله تعالى: والليل إذا يغشاها، فكان أجود وأقوى، والله أعلم. ولهذا قال مجاهد: والنهار إذا جلاها، إنه كقوله تعالى: والنهار إذا تجلى. وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها، وقالوا في قوله تعالى: والليل إذا يغشاها، يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. وقال بقية بن الوليد عن صفوان: حدثني يزيد بن ذي حمامة قال: إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله: غشي عبادي خلقي العظيم، فالليل يهابه والذي خلقه الحق أن يهاب. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: والسماء وما بناها، يحتمل أن تكون ما ها هنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها، وهو قول قتادة، ويحتمل أن تكون بمعنى من، يعني والسماء وبانيها، وهو قول مجاهد، وكلاهما متلازم، والبناء هو الرفع، كقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
وهكذا قوله تعالى والأرض وما طحاها. قال مجاهد طحاها دحاها. قال الأوفي عن ابن عباس وما طحاها أي خلق فيها. انتهى الوجه الأول. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ضحاها قسمها. وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زيد طحاها بسطها. وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين وهو المعروف عند أهل اللغة. قال الجوهري طحوته مثل دحوته أي بسطته. وقوله تعالى ونفس وما سواها أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. أخرجه من رواية أبي هريرة وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حماد المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها، أي بين ذلك لها وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس فألهمها فجورها وتقواها بين لها الخير والشر. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري. وقال سعيد بن جبير ألهمها الخير والشر. وقال ابن زيد جعل فيها فجورها وتقواها. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قال حدثنا عزرة بن ثابت حدثني يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدايلي قال قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما تستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت عليهم الحجة؟ قلت بل شيء قضي عليهم. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت منه فزعا شديدا. قال قلت له ليس شيء إلا وهو خلق وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال سددك الله إنما سألتك لأخبر عقلك. إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت به عليهم الحجة؟ قال بل شيء قد قضي عليهم. قال ففيما نعمل؟ قال من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رواه أحمد ومسلم من حديث عزرة ابن ثابت به. وقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه أي بطاعة الله كما قال قتادة وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. ويروى نحوه عن مجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير، وكقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد خاب من دساها أي دسسها أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه، كما قال الأوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا سهل بن عثمان حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن الحارث عن عمرو بن هشام عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلحت نفس زكاها الله عز وجل.
ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك به، وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث، والضحاك لم يلق ابن عباس. وقال الطبراني حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقف ثم قال اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. حديث آخر. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يعقوب بن حميد المدني حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي حدثنا معن بن محمد الغفاري عن حنظرة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فألهمها فجورها وتقواها قال اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن صالح بن سعيد عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول ربي أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. تفرد به. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. قال زيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكموهن. رواه مسلم من حديث أبي معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث وأبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم به. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. وقال محمد بن كعب بطغواها أي بأجمعها والأول أولى. قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم عليه الصلاة والسلام من الهدى واليقين. إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة وهو قدار بن سالف عاقر الناقة وهو أحيمر ثمود وهو الذي قال الله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر الآية. وكان هذا الرجل عزيزا فيهم شريفا في قومه نسيبا رئيسا مطاعا كما قال الإمام أحمد. حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها. انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. ورواه البخاري في التفسير ومسلم في صفة النار والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما. وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم عن طلق عن هشام بن عروة به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خثيم بن أبي مرثد
عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال: بلى. قال: رجلان أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه، حتى تبتل منه هذه، يعني لحيته. وقوله تعالى: فقال لهم رسول الله، يعني صالحا عليه السلام: ناقة الله، أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، وسقياها، أي لا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. قال الله تعالى: فكذبوه فعقروها، أي كذبوه فيما جاءهم به، فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي غضب عليهم فدمر عليهم، فسواها، أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها. وقوله تعالى: ولا يخاف، وقرئ: فلا يخاف عقباها. قال ابن عباس: لا يخاف الله من أحد تبعه. وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم. وقال الضحاك والسدي: ولا يخاف عقباها، أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع. والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه، والله أعلم. آخر تفسير سورة والشمس وضحاها، ولله الحمد والمنة. نواصل القراءة في المجلد الرابع من تفسير ابن كثير، ونتابع مع الصفحة 17 بعد 500 وبداية تفسير سورة الليل وهي مكية. تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلس إلى أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى؟ قال علقمة:
والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء: لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال هؤلاء حتى شككوني. ثم قال: ألم يكن فيكم صاحب السواد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره، والذي أجير من الشيطان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد رواه البخاري هنا ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم، فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلنا. قال: أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة، فقال: كيف سمعته يقرأ؟ والليل إذا يغشى. قال: والذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهو لا يريدني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. هذا لفظ البخاري. هكذا قرأ ذلك ابن مسعود وأبو الدرداء، ورفعه أبو الدرداء. وأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو المثبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق: وما خلق الذكر والأنثى. فأقسم تعالى بالليل إذا يغشى، أي إذا غشي الخليقة بظلامه، والنهار إذا تجلى، أي بضيائه وإشراقه. وما خلق الذكر والأنثى كقوله تعالى: وخلقناكم أزواجا، وكقوله: ومن كل شيء خلقنا زوجين. ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة، كان المقسم عليه أيضا متضادا، ولهذا قال تعالى: إن سعيكم لشتى، أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة، فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى، أي أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره، وصدق بالحسنى، أي بالمجازات على ذلك. قاله قتادة، وقال خصيف بالثواب، وقال ابن عباس ومجاهد وأكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم: وصدق بالحسنى، أي بالخلف. وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك: وصدق بالحسنى، أي بلا إله إلا الله. وفي رواية عن أكرمة: وصدق بالحسنى، أي بما أنعم الله عليه. وفي رواية عن زيد بن أسلم: وصدق بالحسنى، قال: الصلاة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد، حدثني من سمع أبا العالية الرباحي يحدث عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى، قال: الحسنى الجنة. وقوله تعالى: فسنيسره لليسرى، قال ابن عباس: يعني للخير. وقال زيد بن أسلم: يعني للجنة. وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. ولهذا قال تعالى: وأما من بخل، أي بما عنده، واستغنى. قال أكرمة عن ابن عباس: أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل. رواه ابن أبي حاتم. وكذب بالحسنى، أي بالجزاء في الدار الآخرة. فسنيسره للعسرى، أي لطريق الشر، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عياش، حدثني العطاف بن خالد، حدثني رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال: سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: بل على أمر قد فرغ منه. قال: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: كل ميسر لما خلق له. رواية علي رضي الله عنه،
قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله للعسرى. وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع عن الأعمش بنحوه. ثم رواه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعنا مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء. فقال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد أخرجه بقية الجماعة من طرق عن سعيد بن عبيدة به رواية عبد الله بن عمر. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال قال عمر يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع؟ قال فيما قد فرغ منه فاعمل يا ابن الخطاب فإن كلا ميسر. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. ورواه الترمذي في القدر عن بندار عن ابن مهدي به وقال حسن صحيح. حديث آخر من رواية جابر قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال يا رسول الله أنعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نستأنفه؟ فقال لأمر قد فرغ منه. فقال سراقة ففيما العمل إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله. ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب به حديث آخر. قال ابن جرير حدثني يونس حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن بشير بن كعب العدوي قال سأل غلامان شابان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو في شيء يستأنف؟ فقال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له. قال نجد ونعمل. رواية أبي الدرداء. قال الإمام أحمد حدثنا هشيم بن خارجة حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسرة ابن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء قال قالوا يا رسول الله أرأيت ما نعمل أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه؟ قال بل أمر قد فرغ منه. فقالوا فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال كل امرئ مهيئ لما خلق له. تفرد به أحمد من هذا الوجه. حديث آخر قال ابن جرير حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كبشة حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عباد بن راشد عن قتادة حدثني خليد العصري عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا
وأنزل الله في ذلك القرآن: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي كبشة بإسناده مثله. حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثني أبو عبد الله الظهراني، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا كان له نخيل، ومنها نخلة فرعها في دار رجل صالح فقير ذي عيال، فإذا جاء الرجل فدخل داره فيأخذ الثمرة من نخلته، فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الرجل الفقير، فينزل من نخلته فينتزع الثمرة من أيديهم، وإن أدخل أحدهم الثمرة في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه، فشكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة فقال له: أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة. فقال له: لقد أعطيت، ولكن يعجبني ثمرها، وإن لي لنخلا كثيرة ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من ثمرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحب النخلة، فقال الرجل: يا رسول الله، إن أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتك إياها، أتعطيني ما أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال: نعم. ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاهما نخل، فقال له: أخبرك أن محمدا أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة. فقلت له: قد أعطيت، ولكن يعجبني ثمرها. فسكت عنه الرجل، فقال له: أراك إذا بعتها؟ قال: لا، إلا أن أعطى بها شيئا ولا أظنني أعطاه. قال: وما مناك؟ قال: 40 نخلة. فقال الرجل: لقد جئت بأمر عظيم، نخلتك تطلب بها 40 نخلة؟ ثم سكت وأنشأ في كلام آخر، ثم قال: أنا أعطيتك 40 نخلة. فقال: أشهد لي إن كنت صادقا. فأمر بأناس فدعاهم، فقال: اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي 40 نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان ابن فلان. ثم قال: ما تقول؟ فقال صاحب النخلة: قد رضيت. ثم قال بعد: ليس بيني وبينك بيع، لم نفترق. فقال له: قد أقالك الله، ولست بأحمق حين أعطيتك 40 نخلة بنخلتك المائلة. فقال صاحب النخلة: قد رضيت على أن تعطيني 40 على ما أريد. قال: تعطينيها على ساق. ثم مكث ساعة ثم قال: هي لك على ساق. وأوقف له شهودا وعد له 40 نخلة على ساق، فتفرقا. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي فهي لك. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل صاحب الدار فقال له: النخلة لك ولعيالك. قال عكرمة: قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل: والليل إذا يغشى، إلى قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، إلى آخر السورة. هكذا رواه ابن أبي حاتم، وهو حديث غريب جدا. قال ابن جرير: وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حدثنا هارون بن إدريس الأصم، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمنا، فقال له أبوه: أي بني، أراك تعتق أناسا ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. فقال: أي أبتي، إنما أريد، أظنه قال، ما عند الله. قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقوله تعالى:
وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال مجاهد أي إذا مات. وقال أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلم إذا تردى في النار.